سوريين بس يو ار ريفيرينج بس انا الشباب اللي المراقبين رئيس اللجنه السؤال اللي سالته جواب عليه بسيط تقوم مع الضباط الاحرار ومع المسلمين المدنيين هو كان رئيس التقييم because they are trying to use the pressures and the barriers at the diplomatic level. بعدين قسم شهيد I was they were trying كانوا بيحاولوا بعدين قولوا نعمل كانوا بيحاولوا الجهود الدبلوماسيين شو وصلوا ضغط من كل الجهات الدبلوماسية ضغطوا وراء على جنيف لا يبلش يحكي لا مع شقافي أنا إذن يا شباب إذن خمسة اثنين 2012 من خور رئيس الدائرة اللجنة الدوليين لحمص السلام عليكم